اليوم بصفتنا متطوعين في الحركة الكشفية جينا المركز الوقاية المدنية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية اللي استقبلونا باش نتعرفوا حنا والوليدات ديالنا اللي فيها المرحلة ديال الأشبال والمرحلة ديال الكشف المتقدم. جينا صراحة اكتشفنا بزاف تاع الحوايج اللي تعلمنا منهم، أننا كيفاش نوقوا راسنا من المخاطر، المرافق ديال الوقاية المدنية، تعرفنا على المعدات اللي عندهم، قدموا لنا إحصاءات وأرقام اللي كتعلق بالحالات الإنقاذ اللي كاينة عندنا في الجهة ديالنا. وكان بغينا نشكرهم بهذه المناسبه، وكنشكر القاده اللي معايا والافراد لحقيتاش صراحه بصفتنا حتى حنايا مؤسسه للوظيفه تاع شبه عسكريه وكنتابعوا فيها حنا والوقايه المدنيه. صراحه كانت فرصه للتعارف وفرصه للقاء باش نستافدوا منهم ونتبادلوا التجارب بيناتنا، عرفونا على الطبيعه ديال المنطقه ديالنا والمخاطر اللي كتهددها خصوصا الزلزال، كيفاش انه كاينين مراكز اللي كتنبأ بالزلزال، الوقايات، الاجراءات الاستباقيه اللي خاصنا ناخذوها، وفي حاله ما اذا كانت واحد الهزه ارضيه، وحتى المخاطر البحريه، خصوصا اننا عندنا واحد الشريط الساحلي اللي كيمتد على العشرات الكيلومترات، البحور اللي محروسه، البحور اللي ما محروساش، كيفاش نتعاملوا، السباحه، انواع الرايات. صراحه كانت فرصه للوليدات ديالنا بصفه عامه، الكبار الصغار اللي قلت كيف ما قلت الاشبال ولا الكشاف المتقدم، باش انهم يعرفوا بزاف ديال الحوايج اللي متعلقه بالطبيعه ديال المنطقه تاعنا، وكيف ما قلتي خصوصا المنطقه ديالنا مهددة بالزلازل ومجموعة من المخاطر بطبيعة الحال اللي كتكون كل يوم. جينا اليوم احتفالا باليوم العالمي للحماية الوقاية المدنية، جبنا الأشبال من سن 6 سنوات لسن 12 سنة، العدد ديالهم 40 شبل و 40 زهرة، بينهم أشبال والزهرات، كتتم التسمية باش يتعرفوا على هذا الفضاء ويتعرفوا على الدور تاع الوقاية المدنية في مدينة أكادير ولاش تقدم لمدينة أكادير. بالنسبة للانطباع ديالهم عجبهم الحال، عرفوا الدور تاع الوقاية المدنية وفاش تساهم، يعني هذا حفزهم وعرفوا شحال من حاجة، بأنهم كاين شي حوايج ما عارفينهمش، بأن كاينين مركبات المخاطر بالنسبة للنووي، يعني شحال من حاجة تضافت لهم واستفدوها في هذا النشاط تاع اليوم.